وكذا دي توالين ذي كذا ودي توالين وديني السلام عليكم ورحمة الله. زول في الأول مرحبا سي سون سي غي ما قلنا تدين انت ساكي مازال نعد نتكمل هاد المسلاي عندنا الحوال تسرسيت ذي ثمورة الجزائر ذا غناد المسلاي في ثرزاف ثين ضبر العسكر ماس بيير دو فيلي دي ديو سنر ثمورة نبغى نولي ثم غلي نون يعني عندنا ثرزاف ثاكي نبوي ذكري موسنا ون اغدف كنا راينسن اف الحوال تاع سيدي ثمورت اف ثرزايث الماس بيير دو فيلي يمضبر العسكر من فرنسا هذي الاستديو هذا نفدوس كما ناصر نرحب سي السلام عليكم مازول في الله ناصر. عليكم السلام ورحمه الله محمد مازول في الله كتسلم فوق هاد التوالين اسقسام زوران يعني ان الحوال سرسيت ديت مورث للجزائر ام كي سؤال دوك دوت الجزائري تراجو يفغادي ولي تفات ديت مورث الناغ ولكن تواليضك من نصر شو ضرون ذي ثان ما قلال الأوبوزيسيون تمور في الجزائر لفا فاسيك حضيرنا ذي ثميثة قلال أربعة مس حمروش مس علي حيا عبد النور التاسي سقسيا ماذا بك كيد نسقسي سقعد في قدر رأيك أفثان ما قلاقي أف أي غاروك حضيرا لفا فاس ذلي زوتر بيرسوناليتي فهم زوار تعطيك صحة محمد إلى قدنيني باللي أقذى شاقين انثان ماكلا تاسي اثيوفان باللي ذق ذا شي قلهان ذق ذا شرد يا وين الخير ثمور ثنا اما عنا افريد نزرب باللي افريد اذي ظول افريد يصعب افريد يصعب طاس المشاكل ماشي الحاجه يك سهلن من ولا باللي يعني ذي الحاجه قلهان يعني من ولا الجبهه الاسلاميه اللي نقاض قلان ذيس كمال قمازي ذا علي جدي لان دي نجموع نيك خذ من الاربعة جيجا عدان العشرة دي سبتمبر ولكن لان الحوايج اي صنع اي يعني تجعل اقد شاقين ثان ماكلا اذي وعار اي غار من ولا لفافاس كافر لفافاس يعني ذا كافر ذم قران يسعى ازالي نسدي سارسيدي ثمور ثناغ ويحضر راه انجمو عاكي انت ايقلان كنجمو عني قعدان 10 جوان ديما زفران الطاسي دي قارن باللي لفافاس يبغى يخدم ولاد انت يعني اون انيسياتيف يبغى يخدم اون ترانزيسيون على حسب ام كيتولي انت الى قدنيني باللي ماشي الحاجه اكس فرحا مي لفافاس يروح راه رونج معاكين 10 سبتمبر لان داغن دي بيرسوناليتي اماس حمروش يقلان ذي اسمي ستيملي اللي ثني يخدم من ذي 10 جوان وكذا علي يحيى عبد النور علي يحيى عبد النور الناند باللي لا يهلك يلا يعني يظن سي بور سا يعني يروح راه ارثيم اللي ثق يخدم من لو دي سبتمبر ولكن هضرند الناند باللي ماس حمروش ماس غزالي حمد قبلا ذا شود فرنسيس ثان ماكلا ياكي قبلا يعني خريطه الطريق من زمان دنيني ولاكي ثورا الصح يعني الحاجه غيكس وهمن لابوزيسيون فاس خطر التاسيع ولن فلاس التنسيقيه باش خدم نفوس ذك فوس نزرب اللي ونزميرارا 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 نهني هذا وضلنا لفغينسن لو كانوا ستيلينا راه يعني وخدمنا راه نفوس ذك فوس يوكوي كاذي قد شن دي تسيرسيث يعني ادنيني باللي افري ذاكي يبوين ماشي ذا فريدي سهلا افري ذيك ساعه نطاس اقداش ذا فريدي ظولن خطر الفو كونفانكر ذا غنا كذوذ وكيد الحاجه نظام دان تم قرات مليح مليح الفو الى قد اضروح نار وكذوز باش كذوز هذه الحوذ في فرنسن نزرا وزميرارا يعني اتيلي هذه ليها شونجمون وزميرارا هذه ليها في الدل لو كان وتيليارا اون بوزيسيون دو فورس لو كان وتيليارا ثل ما قلا ياكي اون بوزيسيون دو فورس صحيح تنصر ادنو الكري سقسينا غورك ان شاء الله نروح سين فكينا غمزوارو كماثنا الاستاذ محمد رزقي فراد السلام عليكم مرحبا سيسك الاستاذ محمد رزقي فراد ثم سالت لنا ثعنين الاحوال تسرسيت ديت مورت النغا في الماكلا ازافو ثوري دكتشيني ان ارتيكل داغن دي شروق ماذا بك ان شاء الله اغد فينك ثم سالت كاك ما كنيني مرحبا سيسك محمد رزقي مساء الخير في الاوان بارك الله فيكم
على كل حال جمعني الخدمة، كنت ملي اللي ثني قدراني واش الأربعة عشرة وقول كيف هي لا النتيجة منطقية إوين إن جمعني مقراني ثني اللي ثني قدران في جواني زيرالدا إلا دوت زيرالدا أما كنت ضرب ندوت زيرالدا سملان ويدي بغاني وكنا نهيرين وبدل السرتيف نتمرتنا لا يوجد توصية عند قرار توصية جيم إلا قد سيرينا يعني يوث الهيئة كاجيم ردي شرفنا في الندوية جيم كنا تسرد هنيش وكنا لنسات يعني أنا داخل من البرنامج أهيل باش أنا خدم من وديك بانا كاجيم أبدل دونك يعني الجماعة جيب باش من الأربعة يعدان جاك نتيجة للتوصية ندوة الزيرالدا بون كنت ورا أمورا مقران حضران يعني ودي قلاني ندوة الزيرالدا وسند حضران لا نويدك على كل حال كرافا ولكن غياب نسن مبرر يعني لابسو فاقيا جوشتي فيه نكون يعني وين يجيز قان ذي من ده ذاقروا يلجمعا قيل ومثلا محسن بن عباس نرسيدي يبدل بلي عايز مثلا كي نعود نروح على عكا ماذا علي يحيى عبد النور ماذا حمروش ماذا ذوسالي شعر يعني على عغار اثني جاني وكنا وتروحونا ولكن قبل يعني القريشة كينا رايت واخد ملكة كينا دونك لا نويدي سيف كان يوتموني يعني اون ليكتور بلي عام اش كي راتني رانا دار هذا الفير نكوني نكوني بالنسبه لينا نكوني ماشي دار رانا الفير وانما الا واشو الا واشو يطفل اي جديد يدي الان الجماعه كي باش ني الاربع يعدان هيئه التشاور هكا عندي سميت هيئه التشاور هكا تبرا سمع سعداء التنسيقية خطر أسلم زوالوها لا التنسيقية من أجل التغيير إلى القطب من أجل التغيير ولا نسيري كبر النظام ورفشي من راع لا ذي التنسيقية ولا ذي القطب فلا هيئة التشاور هي ثوار يعني أن أشو ما يفيد مسفهم لا يكرا بايت مثلا يعني بلا ما ذكر التفاصيل وليد دي طاي بلي عن هيئة يجينا للتشاور توار تورا راه مشكي تبير يعني لوطومي نسعى في التنسيق يعني دونك هيئة التشاور هي ديوت لاستونس ديوت اللي اي ساعه معنا اطاس اطاس زنشاف دابور نكون نخدم اثبات العضويه اثبات العضويه يعني بويدي حضرا اجمعني باش الاربع يدان ساعه العضويه هيئه التشاور هي ومن بعد تفاضيس اللجنه للتنفيذ ولو بعد ذلك مصغرة دوني غير يخدم من البروغرام غير يخدم من أهل ذاشو إجلاق يوكن أن نخدم يوكن أن نطف الروح كينا ندوة زيرالدا نخدم من المسفان بلي البرنامج ديري غفلتها وقران ديري غفلتها وقران إلى نظامنا إلى نظام الداخلي أكيف رئيس طرح دنيس نغرى فنسان كيس كندر من داز فنسان يريدين يعني في الرئيس من الجلسة ونمشفهم باي هران عبدالين عبدالين بشكل ديرين إلا قد سيوضع مقنع الشعب خطر في الشعب إكزمرن أدي خدم التغيير ماشي راه زايد ناض عمر ناض ويهين ناض وير حاشا الشعب دونك كي إلا قد سيوضع مقنع الشعب أجيب بالنسبة إلا قد يريد ودلاجير اما كنفترض بالتي هي احسن سوز من التلويث سوز يعني بطريقه سلميه سيدي غادي بصفه عامه يعني غادي تكتوين يدران اسمي انا الاربعه يعدان كما تنغ الاستاذ محمد رزقي في الراد نسقسك يوم بوريد ابري مي تضرات ملي اللي ثنين 10 جوان يجي جمع نوكي كفارن نسقسا كي داين يعني اشارات سوالي داين يعني الوقت تنماكلا رزدات شحال راه طفتوسا ثنيت بلي تورا دي فدا وقداش افريد ماشي الحاجه سهلا ولكن داغ نكوني ميد نسقسي لاباز نسقسي دو قدود نهضر راسنا في لوبوزيسيون لا بلو بار تسرند قرند بلي ذي الحاجه السلبيه تاكلنا في لوبوزيسيون دونك ام كانت تخميم ثان ماكلا اتصوب الوكذوذ ام كانت سواليض ثم غني نيك اكذوذ اكي اتوغالة تدري روفريث السرسيت ام كن زمر دين اللي حالا كن قنع الشعب السرسيت اكي خطر الطاس ورا ما سنت مسلطة في البوليتيك اكيني جين كيني كيني هم مرا دونك ام كن زمر دنا رثيقة الشعب اكي اه
فمثال تاكير ساعه قمت الزاين اذا كان خصو ان تاكيد ساعه قمت الزاين خاطر خاطر لو كنا الجدود الله غالب بالله غالب ذاكي ذاكي يدفك يدفك السواب حسن باللي لا بوليتيك سي لي رابور دو فورس السياسه هذه هي موازين قوى دونك لي رابور دو فورس كي يقول لك كي يقول لك ماشي غير الفايده مع لو كنا الاوبوزيسيون لي رابور دو فورس كي الى قد بدل ولاش طريقه النظام ولاش يعني هذا خاتم تنسيدنا سيدي ما نعطيها ساعه كوست المساعد سي ما راه نبدل سي ما راه ديري مبدل هكا هاد ديري ديري سوف دير لي رابور دو فورس العراق الى قد كون انسي وضي وكنا نقنع الشعب بالضغط يعني لابد من ممارسه من وسط الضغط على النظام الحالي خاطر مدخل البارد دي بريسيون في النظام هكا وكدي سكر فم صوت يعني ودي سمح سي سرع دونك نخلي لك يقول لك الى قصيدنا في خفيش الى قصيدنا في خفيش نكون نومن خاطر عبد الله يغوانا في غار ليستوار ان واعي سينان باللي فرنسا غاتشفع المرتدية ان واعي سينان باللي الحاجة يعني تساوي لها مشطوح كان كاكيا هذه سوف يوم ينكس عن تساوي لها في مقارنة مليح 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 دونك نكوني نظرا باللي ذا ساوني غادي تسمى كان لما كان يختار في غير كي كفن فلا تسفين مازال فيا غادي يختارهم ديال البواريس ولكن اذا قرا نفسي وقوس واذا قرا غنسل سلسل الماعون اذا قرا نقدش يسمى الحال هذا خاطر وين يقضى مع نقرنص باللي غادي لقى ديري غا زكا هذا يسمى الحال يسمى الحال يكون نحط راهي ولكن نؤمن باللي ذا قدش اذا قرا نقدش ومن بعد نكوني غنخدم الواجب النار من ما عندي في كاربي ترويت من ما عندي في كاربي يعني في ثلاث مرحبا ياسر مي الى قديش ولاش قديش يشعل المعنى بلا ما نروح ار الشعب بلا ما نروح ار وجدون خاطر لا بريسيون مرض هنا تدخل مطلس الضغط الى قال الى قال هادشي كيدير مع النقابات الى قال تيكيدير مع البارتيان الى قال تيكيدير مع الجمعيات الى قال تيكيدير مع الشعب دونك ممكن ماشي ماشي قال ذي الفوضى في السنادير نعم سنادير هو كنا نوضو يلسن تقسيم السلطه اماكن اماكن يعني البوبوار راه كيبغى راه يسمس يسمس يقاري الغاشير وكيل طمع يسمي بوني وكنا نوضو هنا يعني خاطئ مشاكل ممكن نبغى الجمهوريه ثانيه اش معنى نبغى الجمهوريه ثانيه اذا ثمن دوله تبدل اذا قال الريجيم غادي يبدل ماشي اللي في لان في لان ارد ارد يسرسوا الرؤساء ارد ارد وانما لا لا سوفرانتي بوبيلار السياده الشعبيه انت ترى يغنى تحكم ما لدينا السياده الشعبيه الى خلي كيليبر لابد من توازن السلطات والى قلت لي هيئه مستقله لمراقبه الانتخابات دونك هي قالت ماشي دايما سهل والحصار دايما واضح ولكن بلاد ما ريقدش الى افوش ديك فوش ان شاء الله تاعكم تتشوفوا باك انا كنت نسقسي محمد الحاد محمد رزقي في الرد في تمثلت لفافاس ذاك فرام قرانيك ساعه التجربه ثم قره ثانيه يعني انت سرسيت ماذا بك مولا شو غير لي تفهم الضيغه لا بوزيسيون هاكي يمكن هاك ديني عقيدتك يمكن لا بوزيسيون كنت نفي ما راه يمكن خاطر نكون نحصى يوسف يحضر يحضر لنا عيد مدينه ثانية انا نجواني قد يقدر الزيرال فرحناكم الدنيا يعني ما حي باش عشان نكون الشعب بريد كي فرح مليح 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 اي خاطر يكبرنا يكبرنا والشخصيات الوطنيه اول مره يصاوضا يوكن يعني تجاوز الصراع الايديولوجي وحصل باللي بدايه الحل الى اسد وكل اسد وكل الاوبوزيسيون دونك ايه ندوة زيارة دار يحضر لفاس يحضر للفيس يحضر للشيدي حضر للإسلامي مليون حضر أطاس يعني المهم كفر ناك حضر بصفة عامة يعني 90% الوبوزيسيون أكو حضر با نكوني دولا الناس إلا قا نظر زاد معليش إلا قديش يزمر هذا يقدش لفاس وحدش إن كان قدش وحدي وإلا ذا يقدش وحدش ولكن المنطلق إلا قدش ندوة زيارة هي المنطلق يعني اما كان بيان اول نوفمبر ندوة زيارات دار نستري من طرف بون انت يشعل يعني يود الاقتراح يسميش الاجماع الوطني الاجماع الوطني باش يدير معنا بوالك الاجماع الى قيل لوبوزيسيون او كوش دو كل ما يبغى ما يبغى يعني لا فاس انت راه ديسكن مرحبا يعني ولاش البروبليم مي
يمر يمد يسارا يورد بروبلم خاطر ام غير مع عشاقير وكذا لكن يوكنا الدياس نسي تقرروا ينديش مع الوطني الله كنسا وديروا حرام الجماعه يجي ناي دبرنا كاشري لا يرفع الذي يعتبر امتداد لدوت زيراد سي برولوجمون يعني امتداد لدوت زيراد دونك ونفهم على يعني ونفهم على اشكاكي قدران ونشحش فطاس 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 خاطر الزمره بيضا ماشي كي لي غيسير يقوتن فيت دوكلي من موبوزيسيون ولكن يبغوا يلي يعني شون بروندر اون كونسيدي خاطر نكوني عشو درنا نكوني ماشي ندير تاكي ماشي تحالف سي باس اون اليونس يوا كنا نوضروا كرسي وانما نشدوك اللي قال لنا يوا كنا نجمير يا كنا اديري مبدل اش ما نديرو بدلتي للجمهوريه الثانيه في يتنافس المتنافسون الشامي الشامي والبغدادي البغدادي مي اش كيفا يعني نخرج هاكي توفا هاكي دفاع كاكي زمراك دينا يعني ماشي ماشي دايني الهان يثو ماتش يثو كلي من لوبوزيسيون زمراك دينا حاشا البوفوار راهي فرحان يعني الشيء هاكي خاطر نسقسا طاس لوبوزيسيون كما ثنا محمد الرزقي في الرد الناس اللوكال الاف اف اس اون دي سي ولينا كنروح يا با دو بروبليم دونك سقسي تسقسي من الديناميك لو اف اف اس تعرضيتي لوبوزيسيون وقرو حارة ام كنت راه قبل لا دي عرض ويا ضد روح وهادي في الحل وتيري الحل كاك ديفان راه الحل وزما ديفان الحل كاك تورا 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 يمكن إذا يعني إذا الصوابر الصوابر نزور إذا الصوابر دي سوقا الصوابر دي سوقا يعني وإذا قال عفا العقل وإذا قال يعني أما أما كنيسي لو نزمنا تصنط أنطفى أنطفى المش دي القضاء أكي قارن شنودنا وإذا قال أنطفى المش دي القضاء إذا سلاع قل سلاع قل تورا ما يفكت فانكور قيس ما يفكت الصواب ما إلا وكني دي فقن باللي ثلاثة ثلاثة مرحبا يعني أما مرحبا يعني أما خاطر نكوني المبادرة يدي ماشي كان مفتوحة أمام الأفافاس وإنما مفتوحة حتى أمام السلطة يعني السلطة مرحبا يسن مرحبا يسن واش إذا قاد حصل بلي إذا قاد نكوني نحصى كادي الشعب راه يخدمنا في الدراكية وكوني ويعني ونزمير ما نقدروش نتجاوز السلطة ولا نقرر نخدم في ثلاثة نخدم طاير نبدا الفوفوار كي الفوفوار كي ما يبغى مرحبا يس شتين العقل ديال المعقول ما لقنا يعني غير احي قار كان كاين حق نقد ذنكيني كان كون وزمير ما كان كا نكوني نؤمن باللي الشعب يزمر يخدم التغيير خاص ولا ما بلا الرضا بلا الموافقه للبوفوار او يفهم معليش ان شاء الله يعني يضرى وين يضرى وري قري شو يدير ور من غير الوامان ثور ما الا وكني نزم مزيان تاني مش فاهم كل فشادي مرحبا مرحبا الخير البركه صحيح استاذ محمد رزقي فراد ام ازول فلاك ناصر جودي كيفاش اسلم عينك يا استاذ فراد بغاك انا اكيد سقسي يعني كاينه في مسح مروش نزرى مسح مروش يعني الا انت كنجمعوا عني ما زفراني يقدر ندي 10 جوان ولكن فيك التاكين اوديو سارة نزرى باللي انت يتنادي باش هذه اللي غفدل ولكن فدل لاكي يقارد باللي لارمين الا قد تكي ديس ونزرى باللي الا الخلاف الطاس بث نقطه كي غير ويكاد يقلان دي التنسيقيه اسك يعني نسقسي نو ميديو سيرا مسح مروش ثيم اللي ثاقين 10 سبتمبر اسك الا الخلاف يعني يجعلن مسح مروش هذه جفد مانيس نغ يعني سي الخلافة كي ماشي ذي الحاجة يقزمرن يعني هذي جعل ويقاذا كي قلان ذي التنسيقية يعني فعذيف شوف الثام زوروت إلا يعني لا برس تيكوين لا برس كي هاتم بلا ما بلا يعني المقصود زن تشورو زون إفادين لكليشة كي نخدمة كي ترى ما راه كاينين نكوني نعرف كي العناوين هذه لا بريس عندي قارن البوالور الاوزان الثقيله ودرو حنا راه كذا 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 نكوني على كل حال تيم اللي ما كاين خدمه كاكي ونشعر الوزن الثقيل مع الوزن الخفيف
المناظرين يعني ويدي قدشان اما وين يدي فان ديال البوفوار مرحبا ايش اما وين يدي روحاني يدي يوان امغي يدي بوينت جديد دي اوبوزيسيون مرحبا ايش بون تم سيرتيكيت ورا مكني اما كان تزايد اعطاونا عديل انا خمام ورا ما رايح حضر الفيش انت ديال ال سي دي وشاينا راه يون البروغرام يعني ماشي يون البروغرام ناوين الى الليبرالي مع اليسار الى راه يون البروغرام ولكن إلا وين في زمان كل يوم نادي الشيطة دي الحقيقة ألو أدسل ألو أستاذ فراد أدنسل أدنسل كم الأولي صح دونك نكوني ذا شو ميدننا خطر تورا العف أي ثمثنا كنا إكتشكين إثغيمي هنا كين ابن جماعنا كين إثمليلي هنا كين خدمة كين كل واحد يعني ينطلق من تجربته هناك من كان في السلطة وهناك من كان في المعارضة دونك المنطلقات السياسية تختلف من تجربة إلى تجربة أخرى نكون إذا شو درنا نكون نؤمن بالليل ذي الشعب حاش الشعب يكس مرغة زي غير ماشي زي نار عمر خاطر ترى أكيد بلي مؤسسة الجيش العسكرة كي ساعة نكون نسد ولكن ممكن نقول ماشي نحن نريد من المبادرة الانيشياتيف موحد أدفع الانيشياتيف من غير الشعب يعني حاجة الشعب يزبر أدفع الانيشياتيف أجيب وماذا قلت مؤسسة الجيش النظرة باللي ذاش كوب وعرور الدولة يعني الدولة عمر في قارين الدولة ولكن مؤسسة الجيش يسأل معنا ما يقين في إطار صلاحية دستورية نكني التغيير هذه وإذا قرنا في الأصل قد كان كاين الجهة ويعنا مع العسكر مع الوير خطر أما شكون خدم ما راه يعني ما يسوى خدمة كاين دونك الند للشعب إكسي للشعب المبادرة الانيشياتيف المبادرة أدفع يعني من صلب الشعب بيان سور ونسبيرا أنا عازل الجيش لأن الجيش هو العمود الفقري للدولة لكن المبادرة أكبر من أن تحصر في دور الجيش يعني أكبر من أن تحصر في دور الجيش باي عكاكي تورانس قولي زمران مناقاش مي الغياب نسن كنت قرارة باللي ما حمرو شد يسارع في مسات الأمثة بسات الفاقي نكنية بصفة رسمية وليدي سكندر من هذا في الجماع ومثلا محسن بالعباس إناد بلي عايز مثلا كينا غافل خطر مكل ويش عايز عضر ينس دونك انا سا الى ان يثبت العكس بلي الغياب بن سن لاسباب شخصيه يعني غياب مبرر جوستيفي ان شاء الله انا ما عرفت مدير النظام الوالي عندنا يعني باش هو ميدان خاطر يضرب النقاش بير انا وليك حضر انا سني الاربعه يمين بنقاش شو امورا من القران الى قد مش فاهم امورا من القران مالين بلي ناند بلي الشعب راه يخدم راه يخدم التغيير وغير لا كونكليسيون يعني الحوار انت سما الوندا يقلحوا اما كان الدنيا ولا ويجي ولا الوحده مالا باش هو الرئيس الله اعلم الله جمرنا تقنن في فوس انا ما كاين نقار جمرنا تفكر صوما دينيني مي امورا من القران هاكي هاكي ولا يلاه نخدم هكاك هي ويا الناس اللي يلاون المبدا ان برانسيب نخدميت بايكر انا نكون ماشي سيرفوت ماشي سيرفوت راه في المواقف راه نخدم القرارات بالتوافق يعني الكونسنسوس هي كيما المرا دينا التوافق بيني وار مليح 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 خاطر الا كم كل يود هنا غادي تشي طوح ديال الحقاج ما ولاش يعني منجرد الى منعفس راه غفولا ولا ما منجرد شي طوح يوار باش انه نتفقوا ديما الجاد دونك مهمه توعر ولكن ليست بمستحيله أكمثنا واحد درس قف الرد ضد نجمعوك ولكي دنوغا أين يعني أزافو التصيدين أن باللي مضبرنا العسكر سعنا فوس دم قرانا يعني تسرسيت تمورث ننسيد ما من هني باللي ذني هني تختاريني سلوين تمورث دونك التصيدين أن ممثل ما قلت سارم باللي ماذا بها دياس البوفوار الطفلة باش نربح الوقت وتسير انا شوال نروح رزدات نرفع تمورث النغت نرند فتفذا في تمورث كي ولكن التصيد في قنن انك العسكر لو كان يبغى يسعى تسارو تاكي نزمل انت راه يجمع نوكم الدن ويش ميرا خاطر المهم ما يجي مقرصه في العسكر يا مؤسسه الجيش
غصة حيثنا إذا نساعد يخرق لنا بروبلم أكيد ولا مرة نخزر فهو عايزة كيد جين معك كيد هرديش ما كان بيتي تخرقان خرقان هيد العسكر للحدود إيقاظان شيبيرا إثنين السيميك بوينة كل سيس الدرع مشي الشعب يسنتيف كين النظام هذا يسعر الشرعية النظام فاقد للشرعية دونك مرض 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 اللي مرض الخضر اللي يظلي انا في بليان العسكر اذا المسؤولين في واغي تاكين يدقين لا هكا كاساكين مي ليه ودي الحاجه اذا قدر الدهن لنا فورا في 62 مرات بنظر 99 ضباط اللي خدم من البوليتيك فغند فغند اللي تيكرا ولا من جون نوفمبر يعني ضباط كيظليهم شعار نظار السياسان أظار للإحترافية المؤسسة الجيش مئة ساكيت وراء ممكنية بعد مئة دانا شحال السنوات هاكيت وراء دانا 15 سنة هاكيت وراء فإن نظران يعني هي 99 كان من بدأ كان حسب 99 مرسا هالساكي القيادة الجيش هناك هناك الجديد باشو الجديد هاكيت القيادة الجديدة أمورا مقرام ديكسن وسيكينا لدي تقرأ ولا دونك أمورام براندكسن سعان الروح الاحترافية أمورام براندكسن سعان الروح الجمهورية قارن دون كنية تسر ذيك في خضايا غن كنية إنو كنية للواجه بالنار أثاني يفالي يفكني تيد ثمان دوت الدستور حماية الوطن حماية الحدود ويعني ومع ذلك السياسيين ودي خدم من البوليتيك دوني راه يدبر لي قرايسن دونك جوستومون يعني نجم راك دينير هذه نقطة إيجابية خاطر يعني القيادة الشابة كي دفاع الدفاع انا كي تورا وكذا بدا الاحترافية إذا قال شعور الجيش احترافي ويخدم على البوليتيك ويخدم على البوليتيك دونك نجم راك دينير ثم ستة كي القيادة معظم القيادة ساكين في الثرافوس ويدي كلا من يتقرا ولا تبورت الجزائري إذا قدر ويش الخضار ذروا النار زايد مثل النار يديروا لهم بلاك بلاك يتلين بستين فرص ذات أرداديا هيك كسا عن ساقي القيادة دي مؤسسة الجيش وكي ما يدو الخدمة للبوليتيك الصواب يعني مي 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 ونسرع يوتي الحاجة المؤسسة يقيم في الزمر الزمر يعني هذا لعب من دور ذنبران 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 يوكنا ذعيونين الشعب يوكنا ذعيونين بانسا ذعيونين ثمور أكنا ديرين وبدل سيد عقل ذي المعقول ساكن انت مصدق يقدر خلاف الا كي راه قارناك ولا شفنيك زمرنا هذه خدمه بدل انا العسكر ما وليدي قارن بلي الشعب انت راه يخدم التغيير الجيش هي ادي كثر كورطيس الاراده الشعبيه نكون اذا شو نتسالف نكون نتسالف ما راه يقرر الشعب مثلا ما نصاوبوا يوا كنا بعدا نخدم تساويلات عندنا تساويلات يسرى نبدل لي رابور دو فورس يسرى نبدل دي بريسيون ممكن يتاثر منا المؤسسة الجيش الى قد تبد الشعب واستخدمنا يعني ايغالا تساويلات مقارنه الانسان يوا كنا تبدلنا تبدلنا الريجيم يوا كنا يعني هذا انسحب سن الاراده الشعبيه دوي كي تشكيل الامنيه الى قد تبدل الشعب يبغى يغير ماذا يعني نصور ان بدل رابورت فورس استاذ فراد يعني نعم دائما تهضر الدطاس في لي رابورت فورس نا موازين القوى ان كيني فاك انا كي تسقسي في البوان يا في النقطه كي ام يكون ويسن ماكلا ويقال يكشمن دي التنسيقيه الدرم لا رابورت فورس نا موازين القوى سي الجهه نون ام كتواليض الى قضيه لي وخذا شاكي شوف تم زورو لا الواجب مثلنا حضرنا سنين الاربعة ان ندكني هضر بهم وتهضر ثلاث تنسيقية من اجل الانتقاد الديمقراطي خاطر ندكني ون لا هذه التنسيقية دونك ندي اذا قد تسمم امرار هي هيئة التشاور التنسيقية هذه نقطة مهمة هي يعني الغاشي ما درنا ندان نسنا الغرز الساكي تورا يعني تسوى تاكي بوسني الاربعة صرف دابا هيئة التنسيق نزمرا دميت تجاوزت ذهنية التنسيقية التنسيقية ما زالت تقدش خاطر التنسيقية أسستها مجموعة من الأحزاب ومن مجموعة من الشخصيات الوطنية يمكن يلسن على كل حال والذي عند قطب التغيير ما كان ضرير لاني كبارا لانت الشخصيات يزقد ذاق الرؤية يعني في الأسنة مثلا علي بن بليس ولا وذي كبارا ورشي من الذي التنسيقية ولا ذي قطب التغيير دونك أسادية الكونسيبت يعني ما نسقدش المصطلح حقيا هيئة التشاور تسمع قراء أنا ديباسي ديباسي يعني اسم التنسيقية غير اسم قطب التغيير خاطر فغان الغشير يوكلوا تحسون لكن يعني بالعلمي ولا شيء للتنسيقية ولا شيء لقطب التغيير بلي وسعينا انا مازال بون امكن نبدل
نكني نمسهم من البلاد قديش طوام ويجي يشدونا كذا نروح على الشعب نحصل للبوفارو دي تكرر لوتوريزاسيون اي واكن انا خدم دي كونفرنس نناد بلي غنبداو دابور اكس كبر ماكيا اكس عندنا كاين تساويلات سعان المقرات ما دي الولايات ما دي الدوائر ما دي البلديات نروح نقابل شاب يعني الجمكوان الجمكوان اللي كبر ماكيا البيروات البيروات كبر ماكيا نغير الجمعيات رابطة حقوق الانسان دونك انفدو انفهمين غاشيه باللي يديا الى قد يديروا في الدروه في الدراكي غادي يدير عن طريق البريسيون البريسيون عطاش بويد ما ون البريسيون يزبر ديري النقابات الاضرابات يزبر ديري المسيرات يزبر ديري عطاش بويد ما ون يعني مي دوادي المقصود انهم بنيت ورا نفرات ديك سميت ضراي انا خدم ان بروغرام خاطر في ليوت اللجنه دي فان لجنه مصغره هيئه التشاور انت تسورا غير يخدم ان بروغرام اكبر بروغرام نروح مر الصحراء مر الشرق مر الغرب مر في المستمر يوقن نشفه من غاشيهم باللي في الدير الى قديري تورا ما نبغى الخير المرتكب الى قديري قديريش يعني الشوي من التلويت بطريقه سلميه حتى يا هذا شو يعني يفيد المشفى لازم نديرش المقالات لازم ندير القنوات يعني الحصص التلفزيون القنوات ديال المرئيه ترى الجناين المصغره على قدش يمكن تخدم البرنامج بالتفصيل انا نتبع ثلاثه وقرنا كيما يشدون بارك الله فيك واحد ذا خطر ذو كيدا ذا سقسي فاكيد سقسي غين يعني انا وكدو ذا خطر من كيدنا تمسل تم قرات تاعكم تم قرات ناس كان ما ذي اسمث لا كوميسيون كينا الهيئة كي اتيلي نطر كوميسيون ذا غنى خطر وكدو ذا نتزاير يعدد الطاس المشاكل الطاس يغفلن سيرتو لي دي ديرنيير زاني كي مثل لك راه الهيئة راه يغرن الشعب من الناحية الاجتماعية النفسية باش هذواني البروغرام ارسفكن اثي درن اصدرن الثقه ني باش الفاسانتيريسي داغن هاد السرسيت دونك يمكن درنا داك الشيء اللي ما سمح لي انه عيون يعني عيون الملاحظات مشطوح نعم يمكن نمش فيها من الناد يعني ونشترار انا طاش من التنظيمات يعني وما نعقدوش الامور يعني خاطر اذا قال ما نشعر التنظيمين انا غير ما نخدم فيه الناد يمكن زي عرضيا نكوني في عرضية نفقش يوكل يعني نخدم في مورتنا يوكل يعني نناضل من أجل التغيير إلى قد الصفاء أنشار ولو نناضل خير خاص يعني إلا بالخصص بالتنظيم هكذا أنشار ولو نناضل خير باش كان كي غنولي عام عايشين كان كي غنفريد في لا يعني اللجنه المصغره على اشبارات على الخدمه كاع الاماكن في الدنيا ومن بعد نكري نكري نقدرش نكون شاوي الترافاي دو بروكسيميتي باغ اكزومبل يعني العمل الجواري في حياتنا اليوميه اما ما دير سواق اما دير قهوي اما دير بردان خاطر كنا نعطف من الغاشيات ولا الغاشي مساكين الغاشي راه مورام قران مورام قران ما نلحو ماذا بهم نفري دولا عاود يعني التغيير كيما الشكاره ديال هذا شو نقارن كنيا نكون التغيير كي ماشي التاريخ التغيير كي ماشي كيفاش نغير الاستجابه للشعب ديالنا دولا ما ذاك لا الاستجابه السريعه الحل ديالي يعني على المدى القريب ماذا لا ولاش يعني الاستجابه السريعه نكني ويفترى وابوس ونسر ونزل المعون مازال نكني يعني انقذش النظم ولو كان الزمن بعيد يعني بارك الله فيك الاستاذ محمد رزقي فراد اكني ثم مرث ثم قرات ثم ولاقي نيك صحتك مرتوفات ميرسي صحتك ما صحت دنوارك مثلا نصر قالك سليضك مثلا محمد رزقي فراد إنك هذه اللي برنامجاني عن التوعية بقدود في سرسيت انت مرتقي الحاجة قلها بارسكو التصيد يتسقسين دي قارن باللي الشعب ثنوثو تهمالة سرسيت الشعب يعيا سي البوليتيك دونك إنك يلوق وقداش يعني عن الأمر كي بصح يعني أنحي الأستاذ فراد خطر أولي سيسعى التص الحكمة إلى قدنيني باللي كل ما في دناوي أستاذ فراد
الاخر راه يهضر في لي رابور دو فورس ويزمير راه اللي يهضر دينا باللي تاعكم يعني تم قرات تم قران اين يعني لي رابور دو فورس كي خاطر نزرب باللي ونزمير رانا وظل فغي انا لو كان يوتيلي راه كذوذ يكشم ذي البروجي ياكي امكي دينا ثورا هيئه التشاور ودن قرارات تنسيقيه يعني ادنيني باللي باش هكذو ذا قد يغال السرسيت ماشي الحاجة هيك سهلا إلا قنو هني أذفغن رون نير إلا قد يعني أذهضرن الغاشين أسنينين ذا شو ذا شو فغن أرخذ من ذا شو البروجي يجي أمخي لقذي لي أفد لقين يهضر دي لد إناد يعني أفد لقين إزمار دي سعو التصن الوجوه ماشي الحاجة يعني ذي وث إزمار ذي كشمن ذي النقابات لسان ديكا إزمار ذي إزمار الحل ذي ذي لندق غريف دونك ذا شو انت ينادي هضره دا فوال يعني الى قد نيني يناد الى افد لاكي لي دي تلويث دي السلم ونكون نقبل لا باش يعني غادي لي العنف ولكن هي ند باللي مزمير رانا وضع الفغينا لو كان وتيلي راه رابور دو فورس وباش هذه لي رابور دو فورس محمد الى قد نيني باللي اكذوذ سي تري امبورطون يعني الحاجه يعني الساعه المهمه اكثر باش اديلين ذي المشروع كاين هيئه التشاور كيني صحيتك مثلا نصر اظن حرق مثلا انا انفيو السين مثلا كريم كبير سين اسلام مالك كريم لا اسلام بخير اسلام سي كريم مولا شغل اللي فك سكا كي نسقسي سين سقسيناني يعني انت سرسيت الاحوال سرسيت ديت بورث اين يعني ان ضغن ثرزف لو جينيرال دار من فرنسا بيير دو فيلي اخذ في قضيه ليكتور في ثرزف تاكي اسقسم زوارو الاحوال ترسيس دي تمورث نهضر في ثان ماكلا لا بوزيسيون الاف اف اس ان شاء الله في كندا لوبينيون نكنا ثم غلي نك ذا شو هذا الصوره ذاك متنا كريم بون كونسيرنون لا فيزيت du chef d'état-major français. Bon, c'est-à-dire, si Thérémy nous a le discours officiel, c'est une visite d'abord qui a été programmée il y a longtemps. Et il a été sur invitation du ministère de la Défense algérienne. C'est-à-dire, c'est les Algériens qui l'ont invité. C'est une visite qui a été, c'est-à-dire soi-disant programmée depuis la venue de François Hollande. Il y a quelques jours, c'est une visite qui est programmée depuis longtemps, donc il n'a rien à voir yani, avec le. Mais bon, ça n'empêche pas yani, que le timing. La conjoncture politique dès qu'elle intervient la visite, elle traite de Alam Karim. Karim ma tsallat. C'est-à-dire elle intervient en ce moment particulier. Et puis une autre chose, c'est parce que pour la première fois, comme un officier de haut rang de l'armée française, il va se rendre dans l'école des forces spéciales le Biskra. Donc ça donne des spéculations de l'Amérique et ses parents qu'ils veulent peut-être solliciter le Zaïre pour une éventuelle intervention de la Libye. Or, les discours aussi des Français dans les pays qui sont les voisins de la Libye, tous sont convaincus qu'une solution militaire ne fera que compliquer la situation. Donc ils privilégient beaucoup plus une solution politique à l'Union européenne. Même Français, aujourd'hui, comme sur le plan économique, elle souffre, plus elle est impliquée dans d'autres conflits, comme l'Irak, comme la Centrafrique, comme... Donc c'est pas évident même pour la France yani, de soutenir une action militaire la Libye dans la situation est chaotique. Mais toujours est-il après on se demande est-ce que peut-être ce n'est pas lié à un truc de coopération yani, qui sera lié particulièrement au renseignement comment ils peuvent organiser des trucs opérationnels au niveau des frontières seulement.
دونك لا فيزيت تاعك مثلا كريمه شكون كني ثمرت الجزائر الساعه الفايده ديكس ناض فرنسي دي تزلن في المصالح ناس بون سو لا دينير سا دون توت لي فيزيت نو سو ني با فورسيمون سو ني با فورسيمون يعني دون لانتيري دان سول سي سي دي زانتيري ريسبروك باسكو ميم سي peut-être Ismail Hank aussi que l'Algérie va engager une coopération militaire de la France parce que jusque-là, ça a des relations quand même avec les États-Unis, c'est avec la Russie, c'est avec l'Angleterre. C'est-à-dire ça rentre dans le cadre de diversifier un peu les trucs de coopération qui lui donne une forme de neutralité politique au niveau international. Mais en même temps, là, même si elle ne va pas bénéficier de beaucoup de choses, mais sur le plan politique, ça reste un soutien de poids pour l'Algérie. Donc ils ont toujours un intérêt derrière ça. Après, la France, là, probablement parce qu'elle est impliquée quand même dans le Sahel, dans la guerre du Mali et la Libye, donc elle a beaucoup besoin de l'Algérie, qui est un pivot stratégique dans la région, dans la guerre contre le terrorisme et la criminalité. Donc, Houadjent, bien sûr. C'est Karim Kbir. السلام عليكم مازول في الفاكمه سي نصر جوتي كريم فرا كان كيتسقسي ولكن لا تصي سقسين يعني دي قرم باللي فرنسا تبغى تسوقع الجزائر يعني دي ثمناطاقين لا ليبي نكون يسقسينا غي غريق روح ربسكرا امكي دني دو قوالي سيتون يعني كل لي بارا و ذا شوز مرضى دني دو قوالي Donc, encore une fois, on est réduit à la spéculation. Enfin, on n'a pas de données, on n'a pas des informations, parce qu'en général, tu connais quand même des informations qui sont au niveau militaire, c'est ultra confidentiel. Mais tout le monde se pose la question justement, est-ce que c'est pas Yanni, ça ne s'inscrit pas dans une stratégie, peut-être la France prépare une action. Mais on a vu les déclarations des hommes politiques français, le ministère des Affaires étrangères, les Algériens, ils disent qu'une intervention est exclue parce que la mission est très très difficile, parce que la situation en Libye elle est différente, par exemple, en Irak, en Libye, par exemple, c'est-à-dire, même si tu fais une intervention, tu ne sais pas qui est qui, contre moi, Donc c'est-à-dire c'est très compliqué pour engager une guerre là-bas. En plus de ça, la France, économiquement, elle est dans une situation désastreuse, donc elle ne peut pas soutenir un effort de guerre supplémentaire. Donc peut-être c'est juste pour des actions peut-être ciblées, qu'ils peuvent faire dans la discrétion la plus absolue. Là, sinon, ça sera une coopération au niveau uniquement des frontières. Mais ça reste toujours là qu'on est réduit à des spéculations, mais plus tard on verra peut-être bien est-ce que c'est lié à cette éventuelle intervention. Là, ça s'inscrit dans un cadre global de coopération qui essentiellement s'empêche de renseignement, parce que comme on disait, ça a beaucoup d'informations sur la situation en Libye. Elle maîtrise mieux la situation par rapport aux Occidentaux. كمثلا كريم كبيرين يعني ان البوليتيك تمورث لوبوزيسيون لو بوفوار خاطر تريد نسقسك مثلا الاستاذ محمد درسقي في الراد نركز شويه فوق قدود لا بوزيسيون بو قدود يعني انا تسرسيت نفاضس لا كونكلوزيون باللي لا فورس دو بوبل سي لا فورس ريزولتونت يعني انا لو بوليتيك دونك كان كانت سوالي ظن كانت سوالي مثلا كريم كبير لوبوزيسيون كي نغ ثان ماكلا ادر الثقه ادر لا كونفيونس الشعب نعم تدر روفري تسرسيت خاطر التصدي قارن باللي الشعب خلاص سو دي زانتيريس يعني سي البوليتيك justement c'est le grand défi de l'opposition. Le mérite de l'opposition aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à s'asseoir autour d'une table avec leurs diverses tendances. Et on n'est plus dans les années 90, c'est-à-dire ils ont fait un constat de la situation du pays.
ils ont fait la même analyse de la situation, ils proposent la même stratégie de sortie de crise, à savoir organiser une transition. Bon, c'est vrai, ils ont réussi à le faire. Mais maintenant, le grand défi, c'est justement, c'est de mobiliser la population. Parce que sans un rapport de force, sans un nouveau rapport de force, le pouvoir, là, il va continuer à les ignorer. Il va les ignorer, en plus, non seulement il va les ignorer, mais il va toujours essayer de les torpiller. Il va essayer à faire des roses à travers la manipulation, à travers l'infiltration, à travers la corruption, à travers. Il a toutes sortes de moyens, à l'Ibachel et Haouis à faire des roses. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester les bras croisés à regarder l'opposition s'organiser le plus grand nombre du monde. Mm. La preuve il essaie de les freiner, c'est de mettre la dernière fois la conférence thématique, elle a été interdite. Le rassemblement qu'ils ont tenté de faire une guerre, le fait il a été interdit. C'est pour vous dire que c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt le pouvoir à aller comme ça. Donc, ce qui peut l'amener à accepter de dialoguer, c'est certainement avec la mobilisation de la population. Mais pour mobiliser la population, c'est là où le grand travail attend l'opposition. C'est de descendre dans les quartiers, dans les cafés, dans les magasins, dans les villes, dans les villages, à expliquer leur démarche, à sensibiliser sur la nécessité d'un changement. Peut-être là, dans quelques mois, et ils pourront peut-être s'imposer comme réellement une véritable force qui pourrait amener le pouvoir à discuter. Mais sinon, en dehors de ça, avec le pouvoir, il va continuer à les ignorer. بارك الله فيك قمتنا الأستاذ كريم كبير صحيح تفت مولاقي نيك ويقادي غادي تولين تيقادي غادي تولين أن نروح سيف الدم شطوح فاصل قصير ثم دنو غالر غرون وقد هذه تولين قد هذه تولين السلام عليكم ورحمة الله الزول في اللون النغة اللي تسيغي من غادي نكمل الأول نغة السرسيت قمتنا ناصر تريد نسقسد قمتنا كريم كبير أين يعني الناس باللي وقدود سي لا فورس ريزيلتون تسرسيت ولكن وقدود النغة سيد ني بانتيريسي ما صادضا في البوليتيك
كاين يجيو تمسلايرا ان انا ديك مثلا كريم كبير باللي سي تندي في مقرب مليح مليح ما كان تواليض ثاني ما قلا تقدمها للشعب اصدر ثقه نيت قنعات باش يديوها للسفيد نسرسيت هو كي محمد مشدي الدفاع مقرن يعني لوبوزيسيون الى قدنيني باللي امشي غادي لنا الاستاذ فراد اللي يكتب باللي اقدا شي تراجون ثاني ما قلا يعني ذاق ذا شيء إجم قرن الطاس يسعى الصعوبات ماشي ذا بريد ذا إج سهلا إلى قد نيني باللي لو كان داوين أدر نقدو ذا الجهة نسنة ذي وغال يعني أزافو أدخل من لي بريسيون فو زافو يجي ومن بعد أسني في كثام الزوخ ولكن كجي بلا يعني لا فورس بوكدو ذا فيرنسن هذه صعيب المشوار يعني المهمه والسيليار تسهل الى قد نيني باش هذا يعني اذقن عن قذوذ الى قد فغنا الفرا الى يعني نضرو حنا القهاوي نضرو حنا رثو الدار نضرو حنا ليفيل الى قد هضرن هذه لين خطر الطاس وقادي نهضر كي تسن الناند باللي يكابر ناقي لوبوزيسيون خدمن يعني لي ريونيون سن في لي زوتيل في لي سال ولكن الى قاضي لين سور لو تيرا هذا الصح يعني نهني باش تجمع ضيوك يكابر ناقي يدخل في الراي يعني وذا يساري وذا يميني وذا اسلامي ماشي ذي الحاجه غير سهله ذي الحاجه ثم قرات يخدم ثم ما قلا يا قي التنسيقيه تورنز مردنيني باللي امكي يدينا الاستاذ فراد يناقد فقد هيئة التشاور قيم ست تنسيقية نهني أدقارن باللي أقذش نسن أذي بذو ثورة باش يعني يوك ويقذ إيقفغان أي تكين ذي المشروع حقي نسن يعني فتحنا ستابورث ذي الحاجة يقلها ذي الحاجة يقلها من ولا يعني الشخصيات الجبهة الإسلامية للإنقاذ وروح رسمي سر يعني لو سياج نوكافر لير سي دي إلى قد نيني باللي أقذش ذم قرانة يتراجون لوبوزيسيون والحاجة يوكلو الديفي يام قران أم خدر نقذوذ الجيهان سن أم خذي لين أم بوزيسيون دي فورس باش هذا وظن الفغين سن باش هذا وظن المشروع يفغان ذا مشروع عاقيو في الدل ستالويث ستسلم أنا يعني أن دنوغالة ثلزوثة قي ينضب العسكر بير دو فيلي إنك سورتو ثولد لا سيتياسيون بوليتيك دي ثمورت النغ الترزف تاكي ام غير تصور السنه الحوايج تاكي المومون دا والله محمد مكيدي هنا كريم كبير يعني الصح ما المعلومات نسعى ماشي ذي المعلومات يعني خاصة يعني لو ميليتار سي يعني سي بوكو بلوس لا رومور كو لانفورماسيون دونك نكون اسقسين يعني ردنيني اي غار يروح ثمناطن بالسكرا غير اي روح ثمناطن نين من زراب اللي لا كل يسوفون لي باراشوتيست في اللافينا ويعني ماشي وتبع اداره تاسف لي فرونتيير دونك اي غار يروح ثمناطن ني اسك فرنسا تبغى باش الجزائر يعني اتسكي مي مانيس في ذا شي ضرونا كي في ليبيا ولكن سي الجهه النظام ادناني محمد بلي الجزائر اتقدش قداش ذي لا ديبلوماسي انت تبغى تخدم في مليليث وكذي يوك ويقذ يدخل فن ذي 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 لا ليبي يوك يعني ويقذ دي قارن باللي ذي الحق انا غنكون الى قنا نحكم ثامورث دونك في مليليث كيف زمرتي لي لو 23 23 24 الشهر كي دونك يعني نزمر دنيني باللي لا فيزيت كي الى سقسي ذي ساي غار ذي الوقت كي ولكن امكي دي ان كريم كبير يناقد باللي فرنسا وزميرارا تفتح نوتر فرون وكذا لا ليبي خاصه اين يعنى لا كريز ايكونوميك تيحوزن مليح دونك يعني نزرى باللي تكشم ذي يعني شي ضرون دي لا سيري ذا شي ضرون دي العراق دونك ذا شي ضرون دي الساحل ذي المالي الطاس يعني يعني قذريم يعني الطاس سميس الطاس تدريم تدريم دونك ايكونوميكمون يعني فرنسوز من هذاك شمني منسن دي ثمانه طاقين لا ليبي دونك بالك
سيرا من الجزائر باش يعني الفا جوي رول بلوز امبورطون في تمثال تاكي او ميم طون مكي درني محمد باللي الى الكوتي دبلوماتيك اين يعني الدبلوماسيه مي ديفاغ لوخفار باللي الجزائر يعني تزمر تورغانيزي ثمني ليث غير يعني ديفرون بارتين دي ليبيا دي الجزائر دي تلاو طر الفان طروك 24 شهر هاكي صحيت قمتنا الناصر ان شاء الله دنوغ الغوري كانو حسين فكيوي الثلاثة قمتنا الاستاذ عبد القادر مربح حسنيني عسلام مينك عسلام مينك اقما بارك الله فيك صحيت سي مربح ساكي نتمسلا سنة التمثالين يوث الحوال تسرسيت دي ثمورث النا لو بوفوار لوبوزيسيون ثان ما قلا دو زافو سي سنة ثاني يعني لا فيزيت الجينيرال العسكر من فرنسا بيير دو فيلي اد نفذو تسرسيت تمورث ان شاء الله ام كانت تواليض ثان جماعة تماقلا ام كانت تواليض باللي الشعب الناغ نزمرا ازدنا الثقة باش ادي وغالر ثمسار ثان تسرسيت اتصل اللي دي في ان يعني نوفري ذا قيت سرسيت اكما تنام ربح اكنيني مرحبا سي سف افكان اضرايك اكما الله يسلمك عسلام انوان على كل حال زعما راكي ديني بلي تمول في النار مازالو وثف دايره ذي التعدديه مازال نخدم في الدستور من ناحيه النظريه التعددي ولكن من ناحيه العمليه في الدستور من الحزب الواحد دونك التعدديه ما هي الا اوهام واحلام التعدديه كتموت ولاش لانه ولاش البرامج المتناقضه باش كل يومنا اللي دفع في البرنامج ينسنا هذه يسبقن العيوب من البرنامج من الغير ينس أثبت قيت للدولة تسعى البرنامج الأحزاب يقلان دي حبيب نينس ها يسانتاكي الأحزاب النظام يدي قارن ألان البرنامج من الدولة وقال نين شعر سن إلى قارن هذه لين سلكمال Antoine, quelque chose qui ressemble à l'opposition, on fait semblant d'avoir une opposition. Or que l'opposition, Balak Madaglaï Hamlan Arbi, Advan de la Constitution Gadi Fedoun, Namakash Madaglan Kemelakagi, Khas Kulioun, Yani Idikaran Kinitari Sar Hizb Siyasi, Adisar Sisuran, Adiogal Al-Khad. الأوبوزيسيون بعد 25 ولا 30 سنة مع الأسف في النجمع شو سني في زيرالدا أنوين غيدي بقنن ومازال أتبنن دي لابريس ألجيريان خمسة ولا ستة رؤساء الحكومات الفاشلة وبعض الوزراء الفاشلين في الحكومات المختلفة دونك ماذا قلا يظلين هضرد في بقايا الإرهاب أثبت جين إلى قد نهضر في بقايا الحكومة دونك الأحزاب إمزيانا إقلاقا أدفانا دي لابريس ناسيونال لهم تنكوراجي وروحا صغيبنتا يعني صغيبنتا رمبلاسينتا بارين دوفونتور أن المولود حمروج غزالي السيفي بن بيتور بن فليس بحبوح رحابي عبد العزيز عبد المجيد مناصرة ورئيس البرلمان الجزائري يعني وكذا يقول لي تكسيرا زمرات دينير والمحالة دينيني بليو ذهقي سعان البرنامج الدفع عن فلات بلك تحوسنا في مكان رصح ولكن باش دينير سعان البرنامج وسعان تمغلي أمشار دفن لسوليسيون الشعب الجزائري وسعان لا خطر ما لقلا وتام كلا المسؤول أديني ذي المثل كان خطر سي مولود حمروش سي نبذير إغلي كان ميلا رئيس الحكومة دونج اون ريونيون دو غوفرنمون افيك لي ولي الناس ني لي ولي الناس الى قطع المم باللي الفوطة يساد وكونوي اكن ما السلام فوزات اسلام حذاري وين قبغا نادي يخدم الجهه النظام الفيس نعي الحزاب الاخرين ماذا بيا تجيني ذكي اهملا لعب ما جيم باش تترجو سيكت وباش تترجو سكي ونا ما جيم على دياوين اللي قبل باش هذه الدفع للبرلمان الجزائري اون فاكاليتي دو ديكس سكرتير جينيرال دو لا بريزيدونس لا ريبوبليك
يا فشلي توكس يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. باش نستوجب ديونا ماجيل اللي كان روح لجينيرو ديفيلينغ فرنسا يقراك معليش ولا شغلي. دونك العنصر الاخلاقي ولا شي تسبسكي والعيبه هذيك ماذا بيا ونهضرها في لاسن بليك لوبوزيسيون الى قالت تقصيه في لابريس ناسيونال اي غار نكتبوها كاين دي لا بروميير باج ودينين بلي لفرون دو لوبوزيسيون سي لاجي كيما تقرا مثلا ليبرتي ان طونك جورنال انوي لاند فيرس ارامي يصغير الاحزاب السياسيه يورد الوجوه الفاشله باش نسمرمد لوبوزيسيون من جديد قسمورتنا. سي عبد القادر مرباح يعني تص بلكو يعني وقبلنا راه هذا شد قرض نكونيك شمدي كيذنا الأستاذ فراد فراد دوي لرا يعني ذي الجوفرنمون يعني الشخصية باستثناء باستثناء سي فراد افيك تو مي ريسبي الوي سي علي يحيى عبد النور وكذاكي ذي يعني ذي المواطنين سعان العدل ذي طرح نسن سي فراد سي محمد رزقي تذكر بس الخير وتذكر غرا خطر سيتا سيتا ان بون الجزائريان ان بون بير دو فامي ان بون بوليتيسيان كي بوز لي بروبلام كوم يل سو دو يا عبد النور فو بوفي لو دير بلي سيتا ان اوبوزون افيك تو مي ريسبي ا لوي اوسي دونك مالا سيتا ذكرا لعباد ذو ذاك اللي يتقصلا ولكن انت ميديك شو مي كيدنا غاسي سي عبد القادر مربح ينايكد إلا قنس وسع الخطر النغ يعني المشوار كيو في الدل ماشي الحاجة إيك سهلن بلاك العيب هذا مكيد النيض اللان ذي الحكومة ونبذ نزيك اللان ذا قرون الحكومة ولكن ثورة بغن يعني يدخذ من الخير أرثمورث إلا أن فتح ثاب بورث باش يوكوي قد يبغن يخذ من الخير أرثمورث يعني أذشير كنذقس مي بيان سور سور بلون دو برانسيب sur le plan du principe, il y a 12, لأن حتى وي ذي كفرنسا بي تبور تفتح على نمبورت كل مومون الشهادة الدينين لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله يعتبرون كشمن ذي الإسلام دونك ما لا نكون نتغلق على تبور ولكن دنيني باللي المعيار نا الشخصية الوطنية غامض خاطر لو كان زكا تنسيقية ياكين اسداسن دي دكتور ديتا اسداسن اساتذة جامعيين اسداسن دي باتوني افوكا دي دكتور دي ميدسين اكسيتيرا جو نو بونس با كي سيرون اكويي كوم ايزون اكويي لي ديفيرون مينيستر اي لي ديفيرون شيف دو غوفرنمون اور كو لوبوزيسيون ايل اي ان بو بارتو ايل اي دون لا رو ايل اي دون لي شام ايل اي دون لي بيرو ايل اي ان بو بارتو Et c'est des cadres de la nation qui sont aujourd'hui, qui ont des solutions de rechange à la politique du gouvernement actuel. C'est merveilleux. وكل ما بني على باطل فهو باطل دونك ملا التنسيقية هي نياس سقم زوارو باللي المعيار يتخترم ان التنسيقيه السمام الشخصيه الوطنيه ماذا بك تخمم التعريف اكن خدمت المدارس المختلفه التعريف لكل شيء ولكن التعريف للشخصيه الوطنيه لذهنيه بعض المعارضين كل من مارس مهمه رئيس حكومه او وزير في الحكومات الفاشله يعد شخصيه وطنية ولكن أسي... نكنين قارب قل ار بي ار لو كونتر اسي مربح يعني ثورا نكون قد نقارننا نادي لقد ني هيئه التشاور الى قد ني بلي نهني يعني الناند بلي ثبورث النغط فتاح الكل يوني فغان اللي يخدم الخير يثمورث خاص يعني اسك تواليض بلي ذا شو يقدران مي لي زونسيا يعني يقضي من الجبهه الاسلاميه للانقاذ يروحن لو سياج لي ار سي دي خدمن في ملي ليث دينا ماشي الحاج جاي يقلهن توت لي زينيسياتيف يروحن على الخير اللعان حتى ولو قابله للانتقال ولكن il ne faut pas
il ne faut pas dicter aux Algériens les mêmes leçons. Ça veut dire que Al Qim avec la politique des deux partis ex-FLN plus ex-PIS, maintenant l'Algérie a changé mille fois. Il faut un autre dialogue, un autre discours, d'autres réflexions. C'est pour cela, yani, il ne faut pas les mêmes têtes, il faut sortir un peu vers la réalité gouvrive. Hein? جمعتنا مربح حمكي كتولي المستقبل تسرسيد دي تمورت النغ نسعى ثلاثة لي فاكتور نسعى لبوفوار وقف كان رازال لي لوبوزيسيون لوبوزيسيون راك تحرك تبغى تلحقر لفغا كيل لا ديموكراسي ومام طون باش تسيلي تفاد دي تمورت ومام طون ان بوبل الشعب وتهما راه تسرسيد ثلاثة الحوايج كيما كتواليض المستقبل تسرسيد دي تمورت النغ خاصة العوام ما قد يتسن نهار شهور أمكي تبغى تولد أمكي راه تولد ثم غولين كاسي مربح. شوف لي دو باراليل نو سو رونكونتر با. لو كان السلطة الدينين كيني وتحاور راح حتى يول والمعارضة الدينين كتحاور راح حتى يول يفون با سو رونكونتري ايترنيلمون لما تتفادوني. لا 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 جوستيس والعقلية تبغى باللي الى قتلي ان لو كونسيلياسيون اتيلي سياسه توافقيه عن طريق الحوار وكل يوم ابي شويه سي الحقيش باش ملي لن اوتور دون طابل باش ترسم سولومون القواعد الدستوريه راك نسمحن اروحنا للشعب باش الشعب السيد يختير بين هذا وذاك انو رايجين دي السلطه لأن le seul garant de la démocratie c'est le peuple, ce n'est ni l'opposition ni le pouvoir. أثبتكي الحوار. الحوار حوار حضاري. مام الجناس لم دي القرى. العسكرة سنرى من القنار ولكن لي بوليتيسيان أبقي من تجور أكشن الإسكوار باش أدفن الحلول المشاكل الى بغا رسم دونك ما لا يمكنني نتولي باللي لي زيدي افريكان سيناريو كلي تاك العام لا ديموكراسي لا ليبرتي ديكسبريسيون اكسيتيرا دونك لو بوبل دو سوفران اي دو فوتي دو شوازير ولكن توكا ذاكي لقى سيناريو كلي الدستور ولكن المعارضه ما قلنا يمكنني نقيم ذاكي لقى ما حللنا نهار Il faut y aller, il faut proposer quelque chose, une charte, il faut proposer quelque chose qui va remplacer le billet, il a dit de store, mais je vais aider à la France, à la Chabna, à la Tiskina, à la Folle. Voilà qui, tant qu'il n'y a pas de dialogue, c'est le dialogue de store, ma fin Hada Wazak, alors le peuple, Yubas, il va les balancer tous les deux, mais d'Arab, Hata Wahad. بالك دي فاريون حزب سياسي افيك ان ديكليك ولا جمعيه سياسيه تتحول الى حزب سياسي الفا 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 يعني افاسي لي دو كران اي لي جون دو بوفوار اي لي جون دو لوبوزيسيون سي مرباح مي وي سمحي كنتيني يعني تهضر باللي الا كيفر نقاد روح نرى ارث من داوت المشاورات دفكنا راي نسن ولكن التصيد قارن باللي يعني لا بريوريتي ماشي ثمن داوث ذي ثمور ثنا سي ثمن داوث كي اسك الي ريسبكتي والبروجي يعني وفدل اكذوذ يبغى يعني هذه لي وفدل ماشي ذي ثمن داوث ولكن سو لو تيران بوليتيك هذه لي يعني امخي الدنيا قواليك باللي ولاش الملتي بارتيزم دونك الى قد فتحن النار تسرسيث الى هذه لين وياض وسعى نرى الحق اخذ من تسرسيث هذا سعون الحق ثورة ذا شو زمع ضغط ينضغ ولاقي Vous savez, c'est vrai que Maïli Youn, il s'y dit qu'il y a verdan, il s'y a dit qu'il y a verdan, il y a verdan, on va dire qu'il y a verdan, il y a verdan, il y a verdan, il y a verdan. تغلى أمس ملت أمتي سمزوارو سيزتنا تملال
il faut qu'on vit avec de l'espoir. Parce que donc, comme les deux parallèles ont semblé liés. Et je crois que le peuple est en train d'observer, malgré le peuple avait marqué un point, soit vers le sultan ou là, soit vers le mu'arada. Si quelqu'un dit, un point vers le mu'arada. Le sultan s'est أروح كان أرد اللي زيدين ون بشون تيلين ترى غير اللي زيدين نغنكنين البوفوار أروح كان أرد اللي زيدين ون ولكن المعارضة بصفة عامة وضوحرة روحنت بعض الشخصيات وبعض الأحزاب الضائلة دونك ملا لا كونستيتيسيون أتقيمة كجي شغل وتكميلة لا إلمن مين على المدين باش نهضر إن فوا بور توت دفون لو بوب devant l'écran, parce que Chab a dit les négés, à Fenouis ou Nan, ou Fenouis. Parce que jusqu'à présent, la culture démocratique, est rose, le Gitmour de Nan, dans les deux parties. أدكم لكن دي المشاورة تج الحكومة تعرض ضد يكفر إن المشاورة تج دفك عنك زوم بالكن أيغر مسوي حياة ودي عليه ضرة علي بالحاجنا يدي عليه ضرة ل ل ل ل فيري بيرسوناليتي بسميتنا ل ولتني هم من الأمر وقست نكزوم بالجبهة الإسلامية اللي ينقض أيغر ودي عليه ضرة عباس المدني علي بالحاج أيوة ولا إنه هذا من المسلمين هو نيغا الشخصية الوطنية على ما روبوزيسيون على ما على ما النظام والسعر تعرف الشخصية الوطنية ذا شوت ذا شوت دونك مالا اسمع ران قيمونسون ادنيني الشخصية الوطنية تساوي كذا الى قتل سيول اسن سيول باش حضرا الحضرا مالا قلا ننادي الكل خاطي ان شاء الله هذه لي سي تان صافا Il est un grand politicien, il n'a pas de statut, il ne dirige pas un parti politique, il ne parle pas au nom d'une couche sociale donnée, ça veut dire Maïdish. Et pas parce que ou là parce que c'est notre grave, ou là parce que comme ça, avec le Sioul, ou là d'Ahviv, le pouvoir, ou là Vion, l'opposant, il nous garde, on a le chat. Donc, madame, il faut moraliser la vie politique. لا يفهم موراليزي لا في بوليتيك باش نزار الزكا وكل اللي لقى المحاور وكل اللي لقى المحاور. رؤساء الحكومه تجي اكن مثلا يون ديكسنو دي خلق بارتي بوليتيك مع تاسي غزالي لا يذكروا بالخير او موا الى يو لو كوراج دو لو فير. ولكن وذا تجي ميزون كليتاس ميزا بار يعني بن فريس كي اريف نوفو ولكن وقال لك اني ظني الكريتاش وشو دنان يظلي اسمي 120 جون الو ادسلا كمل الاوليك سي بربح شو دنان يظلي اسمي 120 جون بار اكزومبل اغلين موسن ذي الوقت بيك الى سي علي بن فليس رئيس حكومه Qu'est-ce qu'il a fait celui-là en tant que chef du gouvernement pendant que les jeunes de Kabylie ne sont pas des terroristes? Les jeunes de Kabylie voulaient la démocratie, voulaient les libertés, voulaient Tamazight, voulaient etc. ولكن مع الأسف نوالي سوء الحظ. أغلين وراونا لنا في ميدان شرف أغلين موسم ولكن علي بن فليس سورة أدياس كرئيس حكومة كمنقذ وكأب من أباء الديمقراطية. سي عبد الله. كيل فو ان ديالوغ اون لون اون لارج باش نفهم نجود قلت مرتكي Ce n'est pas n'importe qui peut être démocrate aujourd'hui. On ne peut pas appeler un dictateur facilement comme démocrate. Si Achille Sinoua Bouhaha, Rouh, il a des hukoumans, on va être durable,
اعتدوا على الروبوزيسيون ايبا انا روحوك اللي تكسر على الحكومة ما عاد الثقافة يجي اللي شويبي انوح الحكومة ادن سيمان النغشوية ومبعد ادنو هذا الروبوزيسيون باش نسعو القيمة تجيز ثقافة. سي عبد القادر مربح ولا شو غير اللي فيون يونس قسان قارو ام كي تولي سي مربح ثار زفت نالا فيزيت لو جينيرال العسكر بيير دو فيلي في كندا ثغوري نكنا اون ليكتور في ثار زفت سي مربح. لكل حال جينيرال من العسكر فرنسا تسعى المصالح ذي المنطقه يجي فرنسا السلحاي لا فرانكوفوني كل الدول الاستعمار المستعمره سابقا مازال تحوس السرس افوس في اللسن ماشي افوس في اللسن تبرك من ناحيه سياسيه ولكن تحوس السرس افوسينس من ناحيه الامنيه والناحيه الاقتصاديه دونك ملا اللي كان ضيف إذن فغى المعارضة والناس رئيس بوتفليقة أي غريس الجيب فرنسا تعدد الطيارة إنس وأنا بيولي لا كونستيتيشن وقيلا السياسة يجي اتبع الجزائر سينغورا يجي بعد ما صحح إيمانيس زمرا كيمير غتسجي إلى العالي لأنه فرنسا أسبوت يجي واعتبرها يظلي الخير واعتبرها أسجي الخير فرنسا خاص يحتمل الحال باش نخدم مكيبس ولكن إلى قرى أتنا من أكن العلي إلى قرى أتنا من خطر أتخدم الجوثة وتحوس أتخدم سيسنا باش تسوث المالي مع تسوث الليبي مع تسوث تمرت أيضا شوفوس من الجزائر إهمالا زمراكينير لي ديكلاراسيون سي عمامرة أون فاكاليتي دو مينيستر دافير إترونجير ونعمت يدي قارن باللي نكني الجزائريين ونستشمر من ناخذ الشؤون الداخليه للدول بار كونتر الى قناه انفد اني لي فيجيلون ونعاون تيمولاكي باش ملينا نورونسن ونمشاورا ودفن الحلول التوافقيه ما بيناتهم باش تصلحوا لنا القراء ونسوجد في السلم والاستقرار في الحدود النار الى متازمه للوقتين فرنسا تحببت المغرب فرنسا تحببت المغرب والمغرب راح تحملها ولو انه الشعب الجزائري يحب يحمل الشعب المغربي وسعى الازمه سعى الحدود النار قلت تونس مازالوا في ناري مانسن مازال دي المالي مازال دي ليبيا والجزائر زمراكيني الى بيان في دانفيتي لي ليبيان الى ناكاتورا في لوتيل اوراسي اتمشاورا ما بيناتهم باسكو لالجيري توفرت ان كادر كيلفو باش ادفن الحلول السلميه باش توردنا الجزائر ذي القره وديسيديار الشعبين الشعب الجزائري شعب سلمي يسم دشود القره يسم دشود الموت يسم دشود العدوان دونك مالا السياسه الشعب الجزائري سياسه سلميه ولكن ما تصدق على وني نسعى الى قنقرة ايمن النار خدمنا المشاكل ذي تيكن تورين دونك سيت ان افيرتيسمون الى اثن ماركي اكن العلي باسكو اين دياس نسير حدود ني يزمار عيتوشي المصالح الاقتصاديه النار سيرتو الشعب الجزائري يتعيشي 90% البترول والثروات المعدنيه. الاستاذ عبد القادر مربح مقرن وكبر التجمع الوطني الجمهوري كدينا مثلا مرثم قرات ثمولاكينك وكذا تولي انت كذا تولي بضد ثقارا اد نصوض الشكر لنا تنمير ثم قرات الاستاذ محمد رزقي فراد امسنو ذقنا زرون الجزائر كمثنا الاستاذ كريم كبير ذنغماس ديال ليبرتي كمثنا الاستاذ عبد القادر مربح مقرن وكبر التجمع الوطني الجمهوري كمثنا نصار الزميل ديال المغاربيه كيني تنمير ثم قرات ثمولنيك ويكادي غادي تولي تيكادي غادي تولي اون دنيني تنمير ثم قرار صحيت ميغد في كام ثم زوخت اون دنيني ارثوفات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.